طب خلينا بس الاول نعيش اجواء الفرحه مع زميلنا محمد توفيق ونروح لملعب المباراه ولقاء مع بدر بنون لاعب النادي الاهلي. بعد من جديد الكابتن ايمن ومكملين لقاءاتنا. واحد من نجوم الفريق يمكن الاصابه حرمته انه يكون موجود مع الفريق، ولكن ما سابش الفريق لحظه في المغرب. بدر بنون نجم دفاع خط النادي الاهلي، يعني الف مبروك الفوز النهارده، كنت بقلبك وقاعد في المدرجات بتساند زمايلك. شايف الماتش ازاي بقى من المدرجات النهارده، واحساسك ايه بالفوز النهارده؟ ما هو والله ربنا اللي كان عالم باحساسي. مقابله بين فريقين اللي بحبهم جامد، الحمد لله اليوم كان تأهل من نصيب نادي الاهلي. هارد لك لجمهور الرجاء، هارد لك لفريق الرجاء، اليوم قدموا مقابله كبيره، الحمد لله النتيجه كانت صالحنا وده الاهم ان شاء الله. كلمه بقى لجمهور النادي الاهلي النهارده تقول له ايه من هنا من المغرب؟ اولا الف مبروك على التأهل، وان شاء الله احاول الحق ان شاء الله النهائي ان شاء الله. حبيبي ربنا. بقى لقاءنا مع بدر بنون نجم خط دفاع النادي الاهلي، ومكملين ومزيد من اللقاءات. كابتن ايمن الكلمه لحضرتك. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. طبعا الفرحه واضحه على بدر بنون لاعب النادي الاهلي ولاعب الرجاء السابق، وزي ما قلنا لحضراتكم النادي الاهلي خلال الماتشين هو الافضل،